ينتفد من قال هذا عن عقله أو قال مات فقد كذب أو رام ما جله. سبق خوض الأعضاء لجنة تحكيم المسابقة الوطنية لإبداع الأدب لابن رشيد المسيحي في نبعته السادسة السادة الحضور أو الحضور الكريم، وسقدم باسم السادة الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة التحكيم بشكر خاص لوزارة الثقافة والفنون وإلى السادة إطارات مكتبة المطالعات الرئيسية بالمسيرة على المجهودات المبذولة من أجل تشجيع المواهب الشكرانية في مجال الإبداع الأدبي والفني، كما أرحب بالحضور الكريم مجددا الذي تتشرف به المكتبة اليوم بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية في وقت تشتد فيه المواجهات على الأراضي العربية الفلسطينية وبالتحديد في قطاع غزة. اعتادت المكتبة الرئيسية للمطالعات العمومية بودريب القاسم بنفسها تنظيم المسابقة الوطنية ابن رشيد المسيري من أجل تشجيع المواهب الشبانية في مجال الإبداع الأدبي من مختلف أجناسه الرئيسية أو الرئيسة عفوا، وهي الشعر، القصة، والمسرح، بغرض منح دفع أقوى للشباب الجزائري المبدع ليتبوأ صدارة الإبداع والمشاركة بفاعلية في الحياة الأدبية والثقافية. وتأتي الطبعة السادسة لسنة 2023 للمسابقة الوطنية ابن رشيد المسيري لتخصص الجائزة الكبرى للشعر بعدما كانت من نصيب القصة في الطبعة الخامسة التي نظمت مع نهاية سنة 2022 على أن تخصص الجائزة الكبرى للطبعة السابعة في العام القادم للمسرح. ومن أجل تخليد الدور الريادي للغة العربية سعت مكتبة المطالعة العمومية الشهيد بودريب القاسم بنفسها لربط حفل تكريم الفائزين بالمسابقة متزامنا مع اليوم العالمي الأغر للاحتفال باللغة العربية. وفي هذا الصدد أتشرف بالإعلان عن أسماء الفائزين الأوائل في المسابقة الوطنية للإبداع الأدبي ابن رشيد المسيري في طبعتها السادسة، كل حسب المجال الإبداعي الذي يندرج عمله ضمنه. بالنسبة للشعر، الفائز الأول أو الفائزة خديجة الطيب دبة، الفائز الثاني حسن عامر أحمد أو حسين عامر أحمد، الفائز الثالث دائما في الشعر ميداوي محمد سليم. بالنسبة للقصة، الفائزة الأولى بخوش مريم، الفائزة الثانية نادية بن الربيع، الفائزة الثالث دائما في القصة لينا عرباوي. بالنسبة للمسرح أو النص المسرحي أو الإبداع المسرحي، الفائز الأول نعم محفوظ دهبي، الفائز الثاني مسعود عتمة، الفائز الثالث نويوة عادل عبد الرحمن أو العكس عبد الرحمن نويوة عادل، لسوء أدري هذا الاسم من اللقب على العموم الكل يعرف. في الأخير لا يسعني أن أجدد شكري الخالص للسيد مدير مكتبة المطالعة العمومية الشهيد بودريب القاسم بنفسها الأستاذ الفاضل الحاج طيايبة على رعايته لمجريات حفل الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية المتزامن معه بتوزيع جوائز المسابقة الوطنية للإبداع الأدبي في طبعتها السادسة، كما لا تفوتني تهنئة الشبان المبدعين الفائزين بجوائز المسابقة. الجميل الجزيل لمدير المكتبة الأستاذ الحاج طيايبة وإلى طاقمه النشيط الفتي الشاب الذي لا يفوت فرصة من أجل جمع أهل العلم والثقافة والفكر والأدب إلا وكانت له ولنا سامحة. كما لا يفوتني أيضا أن أشكر مديرية الثقافة لولاية المسيرة بأنها ترافق دائما وأبدا هذه النشاطات بل وتشجعها قدما إلى الأمام، فلا يصنع مجتمع واعيا إلا ثقافة أو إلا ثقافة واعية. ننتقل الآن إلى مجال التكريمات. كل عام جهاز إعلام آلي لجائزة الشعر هذا العام.
أسماعنا بمقطع من قصيدتها الفائزة، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم جميعاً أساتذتي مشايخنا الأفاضل أيها الحضور الكريم. فقط لذلك الوقت سميت نفسي في هواك قصيدة تتراقصت زهوا بك الأبيات، ألقى المجاز على ضلوعي سر وقولي وجودي فالحروف هبات، وطني المكلل فوق عرش الضوء سر نحوي إلي فقلبي المرآة. سترى بيوتا سقفها الإيمان تربتها المحبة قوتها الصلوات، وترى شعاع الشمس لعبة صبية ضاءت على الأقدام منه كرات، وجداولا تلمو مع الأنسام غارت غيمة فتساقطت مطرات في جانب النخلات، تجلس جدة تصغي للحن دوزنته رعاة يسلو هموما هدت الأضلاع منها منذ أن هتك الأمان طغاة. قامت من الليل الأخير تعد فرس الثائرين تحفها النجمات، قمر دنا فتدلت الأضواء تشرح للصبايا أندنى الميقات. الآن يبدأ موسم الغضب الذي يسجي المفاخر والرجوع فوات، اسمعنا صوت البندقية إنها لحن الفدا، إنها لحن الخلود وللفدا صروات. شكرا لك. من ولاية عنابة الطبيبة العاشقة للحرف العربي، العاشقة للأدب العربي، مفارقة أن يلتزم الطب والأدب أحدهما يطبب الأجساد والآخر يطبب القلوب. أدعو إلى المنصة الطبيبة الفائزة بالجائزة الأولى في مجال القصة مريم مخروش من ولاية عنابة، تكرمها الأستاذة ذهبية مزوز رفقة شاعرنا الكبير شاعر الحمى ابن الأصيل الشاعر عبد الله جدي، فليتفضل الجميع. مشكور. أهلا وسهلا بك دكتورة. أتمنى لك النجاح في الطب والأدب إن شاء الله، مزيدا من التألق شاعرنا الكبير عبد الله جدي رئيس شرفي لبلد الشعر مكتب ولاية المسيلة، المنظم لهذه المسابقة. قناة جزائرية نفخر بها ونعتز، وأمام
الذي والطب ولماذا العربية ولسانا يصدخ بالحق عقلا يفكر وقلبا يشعر وذاكرة تأبى النسيان. لو سألتموني حقيقة لأجدت أنني لا أرى في الكاتب أو الطبيب سوى إنسانا فنانا بروح إبداعية أحدهما يحمل سماعة بيده ليترجم لغة النبضات ودقات القلوب والآخر يحمل قلما يخط الحروف ويترجم نبض الأفكار. وإذ أنني أؤمن بطلب العلم للعلم لا للوظيفة كما أوصانا الإمام العلامة ابن باديس رحمة الله عليه أردت أن أستنزف كل طاقاتي وكل ما حباني الله به في هذه الحياة في هذه التجربة الحياتية وأن أستخدم كلتا اليدين فرحت أحمل بالأولى سماعة وبالأخرى قلما. كان لابد أن أشق الدرب حاملة مشعل الآمل وبين عيني وفي مسامع نصائح الشيخ محمد البشير الإبراهيمي وهو يتحدث عنا نحن الشباب نشء الجزائر المجيدة نحن المتسامون إلى معالي الحياة منتقدي العزمات تكاد تحتدم جوانبنا من فضل ذكاء القلب وسلامة الفؤاد ونشاط الجوارح المقدمون على العظائم في غير تهور المحسنون عن الصغائر في غير جبن مقدري موقع الرجل قبل الخطو جاعلي أول الفكر آخر العمل هكذا تمثلنا رحمة الله عليه وهكذا سنكون بإذن الله أدباء ملتزمين نحمل هم الأمة ونناضل بكل أنواع النضال ولعل أهمها النضال المعرفي لإعلاء صوت الحق والقادم يا قلبي أحلى تحيا الجزائر وفقط أريد أن أبشركم أنا حب أطمنكم ولا أخفيكم سرا أنني كنت قد التقيت الشيخين في مؤتمر عنابة وكان لي حديث معهما أيضا باليومين الفائتين كنت في نجدة هي جمعية طبية في مؤتمر دولي حضره بروفيسورات من كل أنحاء العالم في هذا المؤتمر بالذات تحدث الجميع باللغة الوطنية الأم الجزائر تعاملنا كثيراً في فلسطين الحبيبة وحضر معنا رئيس الرابطة الإسلامية للصحة وكان ذلك شرفاً كبيراً لنا بارك الله فيكم جميعاً. الشاب محفوظ بكري من ولاية جمزية فائز بالمرتبة الأولى في النص المسرحي سيد أحمد بطاط تفضل معنا شكرا بروفيسور عقاب الخير
شاعر كبير صاحب المؤلفات الشعرية والنقدية أصيل مدينة المسيلة. نكرمه الشاب محفوظ فهدي. شكرا جزيلا. مع الأسف الدكتور خلوف غائب عنا هذا اليوم. الأستاذ رابح المليوى الشاب النشيط الروائي متميز رئيس النادي الأدبي التابع للمكتبة. سأدري بقي اثنين وبقي اثنان من المتسابقين يسلموا على أحد الفائزين.